القارئ دعوة مستجابة. قال الإمام الحسين عليه السلام: من قرأ آية من كتاب الله تعالى في صلاته قائما يكتب الله له بكل حرف 100 حسنة، فإن قرأها في غير صلاة كتب الله له بكل حرف 10، فإن استمع القرآن كان له بكل حرف 1 حسنة، وإن ختم القرآن ليلا صلت عليه الملائكة حتى يصبح، وإن ختمه نهارا صلت عليه الحفظة حتى يمسي، وكانت له دعوة مستجابة، وكان خيرا له مما بين السماء والأرض.